بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني أخواتي؟ أتمنى أن تكونوا كلكم بخير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد نحاول أن نشرح فيه بعض المواقع الرائعة، والقليل منكم من يستعملها، خاصة الناس التي تبحث عن برامج المدفوعة. وبطبيعة الحال هذه البرامج تكون دفع، سواء يكون شهري أو يكون سنوي، أو تقوم أنت بنفسك تفعيل هذه البرامج المدفوعة بطرق ملتوية، مثل استعمال الكراك أو التفعيل الغير القانوني لهذه البرامج. ونعرف نحن، كلنا استعملنا هذه الطرق، لكن نعرف سلبية هذه على سبيل المثال الكراك الذي يستعملوه حتى نفعل البرامج. يا إما يكون ملف فيه يوجد فيه ملف تجسس، أو فيه ملف يحتوي على فيروسات، يعني كلها طرق ملتوية ومتعبة. نعطيك طريقة من خلالها تجد البدائل البرامج المدفوعة، وفيها معظم الخصائص الموجودة في البرامج المدفوعة. خاصة هذه البرامج نجدها مجانية، والقليل منا أنا شخصيا كنت لا أعلم بهذه المواقع التي تعطيني البدائل عن البرامج المدفوعة وتكون بديلة لهذه البرامج. فإلى التفاصيل. نبدأ بأول موقع. هذا الموقع، قبل أن نشرح الموقع ملاحظة فقط، كل المواقع التي راح نشرحها هي ثلاث مواقع التي راح نشرحها الآن، تجدون روابطها في صندوق الوصف. نبدأ بالموقع الأول. هذا الموقع أنا شخصيا أستعمله كثير وكثير وكثير، لأن فيه برامج مجانية وتغنيك عن البرامج المدفوعة. على سبيل المثال نبحث مثلا على الفوتوشوب، كمثال فوتوشوب، ونعمل له كلمة فايند، يعني بحث، يعطيني هذه البرامج. هذه البرامج أدوب، فوتوشوب، إكسبرس، هذه كل البرامج شبيهة للبرامج لمجموعة البرامج الكبيرة أدوبي، برامج مجانية. هذا البرنامج يشبه برنامج من مجموعة الأدوبي إليستريتور. كل هذه البرامج أنت ما عليك إلا أن تقرأ هذا الشيء وتفهم ما يعني هذا البرنامج وما يستطيع أن يقوم به، حتى تحمل أي برنامج من البرامج التي أنت تريدها. مثلا نبحث عن مثلا عن مجموعة البرامج الأوفيس، برامج الأوفيس، مايكروسوفت أوفيس، نقول له ابحث، يعطيني مثلا برنامج لايب اوفيس. هذا لايب اوفيس هذه البرنامج لايب اوفيس يعطيك خاصية الوورد والاكسل، وفي هذا البرنامج يعطيك خاصيتهم حتى لتحرير المقالات وتحرير الجداول وما شابه ذلك. توجد الكثير من الكثير، هذا WPS اوفيس، يوجد برنامج هذا Page Open Office، هذا كلها برامج تشبه مايكروسوفت
مجموعة من مايكروسوفت كباور بوينت وإكسل وورد المدفوعة شهريا أو كما تريد أنت، لا تدفع شهريا أي تدفع سنويا. هذا أول موقع يعطينا. الموقع الثاني كذلك نفس الشيء، نبحث على سبيل المثال أي برنامج مثلا فوتوشوب كما بحثنا ونعمل له أونلاين، ندخل إلى البرامج يعطيك هنا عدة برامج، تلاحظ هنا يعطيك ملخص لكل برنامج. هذا هما بطبيعة الحال يكتب لك هنا أدوبي فوتوشوب إليمنت، يعطيك نفس الاسم لكن يضيف عليه اسم آخر حتى لا تكون الأسماء متشابهة ولا يكون فيها حقوق طبعا ونشر بطبيعة الحال. نعرف كل جميعنا يعرف الشيء هذا. تقرأ هنا، لو نقرأ مثلا هذا الملخص: فوتوشوب إليمنتر إيز ذا ليتل براذر أوف فوتوشوب. ماذا يعني؟ يقول بأن هذا البرنامج يشبه كثيرا البرنامج الفوتوشوب لأدوبي. كذلك تنزل إلى الأسفل تجد الكثير من البرامج المشابهة للفوتوشوب. كذلك لو تنظر من على الجهة اليسرى تجد عدة برامج: software directory, business, communication, databases, development, تجد كثير education and science, games, تجد حتى الألعاب، فيه كل شيء. المهم ما عليك إلا أن تذهب إلى هذه الخانة وتكتب البرنامج الذي تريده أنت وتعمل أنت، ثم تحمله ويكون كما يقال open source. لا تدفع شهريا ولا سنويا ولا، وتكون الجودة تقريبا بنفس جودة البرامج المشهورة. نذهب إلى الموقع الثالث وهو softpedia. هذا البرنامج هذا الموقع كذلك، حتى نبدأ لأنني يعني استعملته قبل أن يعطيك هذا الموقع يعطيك هذه الصفحة. أنت فقط تبحث ماذا تريد عن ويندوز أو الماك أو الأندرويد أو لينكس، ماذا تريد، ماذا أنت مثبت على حاسوبك. أنا مثبت الويندوز، أضغط على الويندوز ثم نذهب إلى هنا منطقة السيرش أي البحث، مثلا نسميها فوتوشوب ونقول له جو يعني أبحث. هنا هذا الموقع يعطيك البرامج المدفوعة والمجانية في نفس الوقت. أنت ما عليك إلا أن تذهب إلى هنا، طرح لك سؤال free or pay، يعني تضغط على السهم الصغير وتختار البرامج المجانية free، تقول له جو. هنا يعطيك فوتوشوب إكسبرس، أدوبي فوتوشوب، المهم الكثير من البرامج المجانية، اختار ما شئت وتعلم أي برنامج واستعمله مجانا ولا تخف من حقوق الطبع والنشر للبرامج الكبيرة والمجموعة الكبيرة كالفوتوشوب والمجموعة الأدوبي والمجموعة الأوفيس. على سبيل المثال نكتب كذلك هنا مثلا الأوفيس، أنت تكتب أي مجموعة أو أي برنامج تريد تبحث عنه. على سبيل المثال هنا نذهب إلى هنا، كذا دائما نقول له free يعني بالمجان، فنجد برامج لايبر اوفيس الذي وجدناه في الموقع الأول وجدناه هنا، كذلك هذا، كذلك كل البرامج تجدها هنا بالمجان. إلى هنا ينتهي شرح فيديونا اليوم. لا تنسونا من نشر هذا الفيديو إن أعجبك الفيديو، وحتى لا نحتكر المعلومة على أصدقائنا لا تنسى ضغط اللايك للتحفيز والكومنت. بعض الأسئلة إذا أردت أي شيء راسلنا في الكومنت، ورحب على كل الناس وكل الأسئلة إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.